يعني نعبر على الاعجاب ديالي الكبير بهذا الجمهور هذا وبهذه المدينه هذه وبهذا الفريق هذا اللي حقيقه انه ان شاء الله الصعود ديالهم اللي كنتمناه من اعماق القلب ديالي انه ربح هو البطوله الوطنيه. حضور ابداع ورسائل، البعض منها ترك السهم ليصيب مشاعر المدرب محمد امين بن هاشم في الصميم، وكانت الدموع خير معبر. كان اتحاد طنجة يبحث في هذه المباراة عن نقاط الفوز يداوي بها جراح الهزيمة أمام المطارد المولودية الوجدية برسم الدورة 25. في الجهة المقابلة وقف وداد فاس ينتظر الخروج بنتيجة تعزز مسعاه للبقاء ضمن أندية القسم الثاني. طموحات متباينة، كان طبيعيا أن تولد ضغطا لدى اللاعبين مما أعطى منتوجا كرويا جدا متوسط من الناحية التقنية. فرص التسجيل كانت نادرة من الجانبين، وكأن الاتحاد والوداد كانت ترضيهما نقطة التعادل. نتيجة لم تكن مسألة سيئة بالنسبة للمدربين معا. الهم ديالنا انه نخرجوا نوعا ما من مرحلة الفراغ اللي يمكن شكينا فيها بدات منذ اسبوعين. الحمد لله نقطة التعادل حتى بالنسبة لنا إيجابية، لأنه مازال عندنا أربعة ديال الدورات فين يمكننا نحققوا نتائج إيجابية أخرى اللي تخلينا نحققوا الصعود بصفة رسمية. ما كانت مقابلة سهلة، فريق وداد فاس كان فريق منظم، فريق اللي ملأ رقعة الملعب بشكل جيد، ما خليناش أي ثغرة باش نحاولوا نلعبوا ديك اللعب ديالنا اللي كان مولفين نلعبوه. رغم ذلك أتيحت لنا بعض المحاولات ما جابش الله اليوم، ما استغليناهاش. كنا على أن أكثر ما كان يمكننا ناخذوه فهو نقطة مقارنة مع التركيبة البشرية اللي عند اتحاد طنجة، لا من ناحية ديال لا كاليتي ولا لا كونتيتي. كنظن لانهم عندهم كذلك مدرب اللي كان كله احترام وتقدير كبير، ومن خيره المدربين اللي كاينين الان في الدرجه الثانيه. بعد الهزيمه امام المولوديه والتعادل امام وداد فاس، تعين على الجمهور الطنجي انتظار فتره اطول للاحتفال بالصعود، وهو يعرف جيدا انها مساله وقت ليس الا.